ما تخافوش يا جماعة، ما فيش حاجة. هكذا كانوا يرتلون ويحتفلون في سلام بمقدم العام الجديد، حتى جاء الانفجار فقتل عددا دون معرفة دياناتهم جميعا، وأصاب آخر مسيحيين ومسلمين. فهل في ذلك استهداف من داخل مصر لمسيحي مصر؟ كلام وافق عليه البعض وقالت له عاطفته إن الانفجار كدر ليلة احتفال المسيحيين. واعترض عليه البعض الآخر لأنه انفجار أراق دماء المسيحيين والمسلمين معا فوق أرض الإسكندرية، لكنه انفجار خلط المشاعر أيضا، فمن قائل بالروح بالدم نفديك يا صليب إلى مسارع بالهجوم على مسجد قريب من باب الانتقام. لم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الحادث، الذي تقول الداخلية المصرية إن الفحص يرجح أن يكون عملاً انتحارياً لقي فيه الجاني مصرعه مع الآخرين، وإن ملابسات الحادث تشير بوضوح لقيام عناصر خارجية بالتخطيط له ومتابعة تنفيذه. الجثث ما تتعدش، إصابات، حرق، ليه؟ عايز أعرف ليه؟ عشرات المسيحيين الغاضبين تظاهروا بعد الانفجار، واشتباكات وقعت بينهم وبين الشرطة التي هرعت سياراتها وسيارات الإسعاف إلى المكان. الناطق باسم الأزهر أدان الحادث وصفا إياه باستهداف للوحدة الوطنية المصرية، ودعا المسيحيين والمسلمين إلى الهدوء. جماعة الإخوان المسلمين استنكرت الحادث أيضا وصفة إياه في بيانها بالآثم الأليم الذي أودى بحياة أعداد من المسلمين والمسيحيين من أبناء الوطن. حادث كنيسة القديسين يأتي بعد شهرين من تهديد تنظيم دولة العراق الإسلامية، إحدى الجماعات الموالية لتنظيم القاعدة في العراق، باستهداف الكنيسة المصرية بسبب أسلوب معاملتها وطاقة احتجازها لكل من كاميليا شحاتة ووفاء قسطنطين، زوجتي كاهنين قبطيين أثار اعتناقهما الإسلام جدلا في مصر. كما يأتي الحادث أيضا ليدعو البعض إلى القول إن تزامن ما يحدث بين المسلمين والمسيحيين في دول عدة من العراق إلى مصر إلى نيجيريا وغيرها من الدول يثير تساؤلات، وقد يكون أكبر من تنظيم القاعدة والموالين له، وأكبر بكثير من أفراد مهووسين مسيحيين ومسلمين، لأنه وفقا لذلك البعض ربما يصب في إطار تدبير محكم ومنظم للإيقاع بين أتباع أكبر ديانتين في العالم.